أيها السادة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، نتحاور اليوم في هذه الحلقة مع شخصية ارتبط اسمها بالأمن العام في تشاد. شخصية عندما تذكر يتبادر في ذهن الجميع الأمن العام في تشاد. شخصية صارمة ومجدة في عملها. شخصية توصف دائما بصاحبة التصريحات الساخنة. شخصية لا تتردد ولا تتزحزح عن كلامها وتعبيراتها. هذه الشخصية وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر. معالي الوزير، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، شكرا. أعزائي المشاهدين، يعتبر الأمن حاجة إنسانية وضرورة بشرية، اتفق على ذلك العقلاء. فالأمن من نعم، أو يعد الأمن نعمة جليلة وزواله نقمة كبيرة. بالأمن يطمئن الناس على أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم، ولهذا فهو المرتكز لكل بناء والأساس لكل بقاء. وإضافة إلى ذلك أن الأمن فيه راحة البال واستقرار الحال. أعزائي المشاهدين، نتناول قضية الأمن الآن في تشاد وكذلك الهجرة بصفة عامة مع معالي وزير الأمن العام والهجرة، ولكن بعد ما نشاهد معكم هذا التقرير الذي يتحدث حول الأمن العام في تشاد، فلنشاهد جميعا. يعتبر الأمن حاجة أساسية للفرد والجماعات، وضرورة من ضرورات الاستقرار لكل المجتمعات، فلا تطور ولا تقدم بدون استقرار وأمان. وفي الوقت الذي تعيش فيه دول الجوار المحيطة بتشاد في حالة انفلات أمني منذ سنوات، إلا أن البلاد تعيش في حالة تماسك واستقرار بفضل صلابة رجال أمنها، إلا أن الإرهابيين أرادوا نقل المعركة والفوضى إلى داخل البلاد، فبعزيمة أبطال الوطن استطاع رجال الأمن أن يتصدوا لهذه الأعمال التخريبية بكل حزم. وتلقى الإرهابيون ضربة موجعة، ورغم ذلك أنه لا زال يقع على عاتق جهاز الأمن العام والشرطة الوطنية العمل ليلا ونهار من أجل توفير الأمن والاستقرار للمواطنين في جميع الأراضي الوطنية. ومن الظواهر التي تقوض وتشل الأمن والاستقرار في البلد هو انتشار السلاح الغير مرخص في يد بعض الجماعات التي تستخدمه في النهب والسرقة وترويع المواطنين. فعلى وزارة الأمن العام اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لانتشار هذا السلاح. وكذلك من الملاحظ انتشار المخدرات وخاصة الترامول في جميع الأراضي الوطنية. وقيل إن كثرة الحوادث المرورية في المدن التشادية سببها تعاطي المخدرات من قبل بعض سائقي الدراجات النارية، وهناك ظاهرة بدأت تشكل خطرا على الأمن العام، وهي انتشار ما يعرف بأولاد الشوارع أو المشردين، إضافة إلى المتسولين الذين يستخدمهم أصحاب النوايا السيئة في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. فلا أي حال، إنه يقع عبء كبير على وزارة الأمن العام والهجرة تنظيف هذه البؤر وتجفيف منابعها حتى يستمر الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء مجددا. معالي الوزير، طبعا اليوم نتحدث عن الأمن العام، وكما قلت في المقدمة إن اسمك ارتبط في ذهن التشاديين بالأمن العام عندما تذكر. نريد أن تحدثنا كيف تصف الحالة الأمنية الآن في الأراضي التشادية بصفة عامة؟ أولا وقبل كل شيء يدور نشكركم أنتم الصحفيين اللي دائما وأبدا مشكلة عن الأمن كان بهمكم خالص، ودائما تحاولوا بميكروفوناتكم وبجرايدكم تحاولوا عشان تفهموا شنو الحاصل وشنو البحصل. فده ذات دليل كافي على أنه رجال عن الإعلام ما قصرتوا، وإن شاء الله بهذه الطريقة فقط نقدر أنينا وإنتوا كلوا أنا ننادي ضد العدم الأمني. فإذا سؤالك سؤال وجيز ويجب عليه رد واضح. الحالة الأمنية في تشاد الآن نقدر نقول لك الحمد لله. لماذا نقول لك الحمد لله؟ عشان في مدة قصيرة رجال عن الأمن وعن الدفاع
بقيادة الأفكار رسمها لرئيس الجمهورية، عملنا برنامج واستراتيجيات، وحاولنا بقدر ما يمكن خاصة ظهور هنا الإرهابيين المجرمين البوكو هرام، قدرنا سيطرنا عليهم يعني من أكثر من 90%. باقي لنا فقط حاجات يعني نسبة بسيطة عشان نتحكم 100% في هذه الظاهرة. ومن خلال استراتيجيات الودانة اليوم نقدر نقول لك باقي يعني نسبة مئوية ضئيلة ونكملها إن شاء الله عشان نفك تماما من الإرهابيين اللي بوكو حرام. وزي ما أنتم عارفين يعني شيء بيسموه عدم الأمن صفر ده ما فيه. صحيح. زيادة على بوكو حرام والبهم من أشهر وأشهر هو سلامة المواطن وأمنه. بوكو حرام يسيطر عليه إن شاء الله. يتمنى الشعب من هنا سائدا ده إن شاء الله قدر ما هم الإرهابيين البوكو هرام بدلوا الاستراتيجيات وبضربوا، أننا أيضا نبدلوا الاستراتيجيات عشان نضربهم. جميل. وبالنسبة للإجرام الصغيرة صغيرة في المدن زي السراقين، زي قطعين الطرق، زي الناس بسكروا مثلا في بارات في محلات بطعن والناس بطعن وبموتوا، ده في حاجات كل يوم بنسديرها. لكن أننا زي ما قلت لكم شيء بهمنا كيف المواطن يعيش في سلام وفي أمن تام. عشان كده مهمنا تجبرنا بأن نكون واعيين ونكون ساهرين ليلا ونهارا. جميل. في كل لحظة نتدخل عشان المواطن يطلع بسلام. ده بصفة عامة كون الأمن الآن في تشاد الحمد لله مستقر. الحمد لله. بالنسبة لجماعة بوكو حرام إنت الآن بقول لي حوالي 90% سيطرتم عليهم. أيوة. في خطابك بنفسك كان في إيد الجيش الوطني في تشاد، في خطابك قلت عام 2016 يكون عام حاسم على جماعة بوكو حرام. الكلام ده قلت ده بناء على شنو كلام ده قلته؟ كلمت الكلام ده على أساس أنا عارف كيف نلهجهم في قواعدهم ونضربهم ضربة صحيحة. وبالفعل 2015 2014 يعني كانت ضربة قاسية لبوكو حرام. جاجو فقط القائدين ده قلت لهم حاسب عشان 2016 قلنا لسنا أنا لقيتينهم لقتان. دول فضلوا دول بتلقطوهم لقتان. وبالفعل لازم لقتوهم لقتان ما عشان أي ناس مع الناس دي. جميل. عشان ده 2016 كده يكمل ده نكمله أنا مع جماعة بوكو حرام. ما بوكو حرام. جميل. كلامك اللي بتقوله ده كونه 2016 يقى أم حاسم على بوكو حرام، وبالفعل بتقول الآن سيطرته على نسبة 90% من الأمن. الفضل دبور إرهابية بسيطة بس الآن بتلقطوه لقطان بس. أيوة. بالنسبة لنا نحن كمواطنين تشادين وبالنسبة للمواطنين التشادين الآدين وعندنا لهم بلديات 10 في نجمينا. البلديات العشرة في نجمينا أكيد هم كل الأمن ده بقى في أعتقهم. هل عندكم معهم أي علاقات مع البلديات العشرة ده؟ هل عندكم اجتماع مع رؤساء البلديات العشرة دول؟ يعني الخطة زي ما قلت لكم الاستراتيجية الودانة ده استراتيجية شاملة وكاملة. الأمن مبدئيا ما يخص رجال الأمن فقط. صحيح. الأمن على الناس كله. وأنينا داخل استراتيجينا الحمد لله لحد الآن شيء ساعدنا بكثير هم المواطنين بنفسهم. الحمد لله اليوم في تشاد ما في مواطن ما حس في دم ولهمة بظهور حن البوكو حرام. والبدفع الثمن دائما هو المواطن العادي. صحيح. والمواطن العادي كان بيستوعبوه فيما، والان المواطن قاعد بيساهم معانا مساهمه كبيره جدا عن طريق البلديات، عن طريق الشيف ديكاري، عن طريق كل السلطات المتواجده عشان امني. عشان ده انينا الان نقول لك لقيتهم لقتان. وانينا بدون المواطنين وبدون نيه عن كل الناس القوات ما نقدروا يعني نسق عليهم. صحيح. عشان ده انا الان انتهز هذه الفرصه اناشد المواطنين اللي يكونوا دائما وابدا واعيين
وأذانهم يكون دائما فاتي وعينهم دائما يكون، لأنهم الإرهابيين عندهم أسلوب شتى، عندهم استراتيجياتهم كلها كثيرة، ما تعرفهم تارة بمرق لكم بقنابلهم، تارة أخرى بلبد لك في أوتاير مثلا فيتر في ميدول لديك على سبيل المثال أمباري في فرنسا، في فرنسا يعني عربية كبيرة شاهنة، ما كان متوقع ما كان زول وايد يتوقع في راسه انه الارهابيين يستعبوا ده، خلى الناس كلها لموا وجالهم كم 80 قتلوا كم قتلوا. اذا الارهابيين عندهم اسلوب شيطانيه كبيره. صحيح. نطلب دائما وابدا من المواطنين زي ما واعيين بالموضوع ده يكونوا مع رجال الامن مع السلطات المسؤوله بالامن، عشان اي حركه فيها تشبه ده يعلنوا على طول، يؤلنوا السلطات، عشان ده نقول لك لقتهم لقتان. جميل جدا. يعني انت بتقول قوات الامن اللي هي بدون مساعده المواطنين بدون مساعده المسؤولين في الحارات ما ممكن. المسؤولين في الحارات المواطنين لو شافوا حاجه ما عجبتهم على طول يوقعوا ويؤروا السلطات على طول. كلام جميل. احنا الارهابيين اكيد هم الارهابيين دول فوهدين بيجوا من برا، بيجوا من برا. اليوم احنا عندنا فرونتير او حدود في معابر كبونجيلي او في معابر غير ذاته في الارهابيين بيتسللوا بيدخلوا بها احيانا. قلتوا المعابر دي كرجال امن خطوتوا فوق شنو عشان يكون حذرين من دخول الناس المشتبهه فوقكم؟ انا هنا فيما يخص الحدود ليس فقط حدود، يعني طوال الحدود مش بوابه في الحدود بس، طوال الحدود مثلا البحر من بدايته من هنا لحد هناك تشاد عندنا ناس بيشوفوا وفي أي لحظة من اللحظات بيأشروا. إذن كل الاستعدادات اللازمة شلناها عبر الحدود أو طوال الحدود، فلا يمكن اليوم بوكو هرم أو كومبليس حقا يخش من غير ما نحس. لو زي ما قلت لكم هم عندهم أساليب شتى، أحيانا ستشوفوا الناس اللي بالبوس البرويت ساكت وسبو فوق فول دول بس فوق حاجات دقاق دقاق قياف دول بيساووا ده، ديل كله بعد منهم ده كومبليس ديل كله بعد منهم كومبليس، وفي كثير. يعني هو الارهابي ده بيتخذ اساليب انت ما بتتوقع. الله يخليك، عشان ده نقول لك كل ما هم يفكروا باساليب اهلنا كمان نفكر ضد اساليبهم ده ونعرف كيف نلحقهم. اكيد وانتم عندكم خبره طويله في المجال ده. بالنسبه لي لقيت مع الوزير الان نحن نتحدث عن الامن في تشاد، والان نحن نعيش في بؤره من الارهاب او في دول تحيط بها جماعات ارهابيه. الوم عندنا افريقيا الوسطى شيف البرجال اللي موجود في نيجيريا كم سنوات، الوم ليبيا، الوم دارفور، دي كلها بؤره. ورغم ذلك نحن عايشين الان الحمد لله في امن وامان، الا الهجوم اللي كان حصل السنه الفاتت في العاصمه نجمين، وده بحصل حتى في الدول الاوروبيه المتقدمه. أن إحنا الآن نقول لشنو الرسالة اللي ممكن نوجهها للمواطنين عشان نحافظ على الأمن اللي إحنا اليوم بنعيش فوق هذا، شنو الرسالة اللي نوجهها لهم؟ أنا نقول لكم ولا نخش نفسنا ولا نخش الآخر. أني هنا اليوم دولتنا محيطة بدول غير يعني مستقرة. وأنت باركت ريتم في ليبيا. اليوم ليبيا بقت مركز أنا داعش. صحيح. في نيجيريا مركز أنا بوكو هرام، نيجر مركز أنا بوكو هرام، إفريقيا الوسطى مركز أنا حرامية، السودان مشاكل دارفور، فد إلا تشاد. أنا نقول للمواطنين كان لاحظتوا بس حولكم تحسوا بكونه في شغل وايد. إذن أني هنا بكل صراحة نقول لكم تشاد مستهدفة من طرف الإرهابيين، كان حنا داعش، كان حنا بوكو هرام، كان الإرهابيين الآخرين، أني التشاديين مستهدفين. إذن مطلوب من المواطنين يكونوا ساحرين زي ما الآن هم ساحرين، ويبلغوا أي شيء مشبوه أو أي إنسان مشبوه يبلغوا لرجال الأمن، حتى رقم تليفون القائد برضو ببلاش. الواحد ما يقول خلاص ننومه ما دام الدول دي العافيه ما فوقهم، ما بيجي فوقهم الدول دول ما دام ما ال 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 ما بقوا في امن وامان، ما بقوا في امن وامان. ده جارك مردان ما تقول انت عافي. صحيح. جارك النار بقوم في بيته ما تقول انت ما تنجى منها. صحيح. عشان ده خلينا كلنا نكيفه كرجل واحد، ويا تكرك رساله حسب استطاعته
نضال ضد الإرهابيين. الإرهابيين ده جميل جميل. الكلام اللي انت بتقوله ده مرتبط بحاجة تانية. اليوم الناس اللي موجودين في تشاد في وهادين ما تشادين وما تشادين كثيرين جدا موجودين. حتى التشادين نفسهم في ناس ما عندهم أوراق، ما عندهم حتى كارت ساكن، ما عندهم. ما في دولة في العالم مواطن قائم في بلده ما عندها حاجة بتثبت كونه مواطن. الحاجة دي اليوم مشاهدة في تشاد، كثير من المواطنين التشادين حتى كارت ما عنده. كيف قوات الأمن تستطيع أن تعرف كونه ده تشادي وده ما تشادي؟ مثلا كلهم ما عندهم كارت. أهو المسألة ما مسألة تعرف هو تشادي ولا ما تشادي. تشادي إذا كان شفته بستعرفه، كان كلام ما بستعرفه. لكن المسألة الما عنده كارت كيف تقدر تفهم منه هو مواطن عادي ولا مواطن غير عادي كومبليس من الإرهابيين؟ الموضوع الإشكالية هنا. إذن واجب الواحد يكون مواطن ده لازم يكون عنده هويته. صحيح. عنده هويته. وشيء كأنه كبت هرك ناد ما يكون عنده هوية ده ما فيش. الكرت ده نجتي سهي الواحد يدفع فيها فلوس، لكن الأقد نسانس شهادة ميلاد ما ببلاش. هو متواجد في إنهاء التراب الوطني. صحيح. ليش المواطن حتى الآن يقعد في هلة أو في كدادة وما يكون عنده أقد نسانس؟ تمام. أقول صحيح. ده إنسان مثل لك اللي جينا ده يعني ما نقول لك أنت أبوه، لكن نسأله ولازم يرد ونعرف أنت من وين تشادي ما تشادي. ده ده شيء بسيط. صحيح. كان أنت كم من خشم من لسانك ولا كم ما أثبتت ده؟ أهلك يا تمن، قريتك ياتي، منطقتك وينو، إقليمك فينو، ونلقوا شيف دراسة جاتو. صحيح. وعندنا أساليب كده عشان نقدر نعرفه ده تشادي أو ما تشادي. لكن المسألة كونه تشادي يكون في تشاد والشهادة ميلاد ببلاش والكارت الانترناشونال برضو ما الغالي للغاية ب 800 ريال وما يقدر يشيل بطاقة شخصية، ده ما يعني أخفى أن واجبه. أيوة صحيح. أخفى أن واجبه وما عنده أي مبرر. وعشان ده ننتهز هذه الفرصة نقول يا جماعة ما عنده كارت الانترناشونال والما عنده أقدر نسانس خليه يمشي يشتري يثبت هويته عشان يعرف كأنه هو تشادي. وده شيء يعني ما صعب، كل الإدارات يعني امتناع التعليمات عشان تسير الأمور والإجراءات عشان تأخذ الأقد النصاص وتأخذ ال صحيح الباسبور بتاعك. جميل جدا. أنت ذكرت الآن الباسبور والكارت الإيدنتيتي أو ذكرت الباسبور والبطاقة الهوية. هي البطاقة الشخصية دي الآن صحيح موجودة متوفرة، لكن المواطنين بيقولوا الحصول عليها صعب. بالنسبة للباسبور أغلى دولة عندها باسبور في العالم تقريبا تشاد. الناس ذكروا كونه تشاد من الدول اللي عندها باسبور، لكن باسبورها غالي جدا. باسبور حوالي تفوي في 17,000 ده إذا كان جد قانونيا. ما في مشكلة. أنا الآن نتحدث عن الأجانب. اليوم كل دولة حصل فيها حاجة من البرجلة أو حاجة من نوع من الإرهاب بيبحثوا عن الأجانب عشان يضعوهم في صورتهم الحقيقية. يعني إحنا عندنا تشادين، عندنا أجانب كثيرين جدا الآن عايشين معانا في تشاد وخصوصا في العاصمة الجمينة. أنتوا كان قريب ده اجتمعتوا كوزارة أمن عام وبالناس المختصين وضعتوا حد لتنظيم الأجانب. ممكن تحدثنا تنظيم الأجانب ده؟ الكلام اللي حجيته فوق في تنظيم الأجانب، كيف يتم تنظيم الأجانب الموجودين في تشاد؟ هو المسألة ما مسألة تنظيم الأجانب، عندنا قوانين وقواعد ثابتة وده معروفة دوليا. أنت أجنبي وصلت في دولة ما عشان تدخل فيها لازم يكون عندك تأشيرة في اتفاقات ثنائية مع الدول، بعض من الدول بإنهاء التأشيرات. صحيح. ممكن تدخل بغير تأشيرة. دخل بتأشيرة أهلا وسهلا، دخل بدون تأشيرة وفي اتفاقية ثنائية بين تشاد ودولتك عشان تدخل بدون تأشيرة أهلا وسهلا. لكن معروف قواعد ثابتة دولية، عندما تخش في دولة أجنبية لابد أن تقوم بإجراءات عشان يكون عندك إقامة شهرية أو كل 3 شهور أو كل سنوية. صحيح. ده ما عملت ده، أنت عارف قلت في رأسك أنت خرجت عن القانون. أنا يعني ما ننزب كيف الأجانب، أنا يعني ننزب كيف نحاول نطبق القوانين. عندك إقامة أورادك كلها أوراقك كلها يعني تماما أهلا وسهلا إقامة سيدة. ما عندك إقامة يطبق عليك القانون، ما عارف الغرامات او احيانا الطرد ذاته من الاراضي. فدل علينا هسه قاعدين فوق انه حاول نطبقه في انهاء التراب الوطني
ويتبع القانون ده 100% فيما يخص الأجانب. يعني هنا اليوم لما نمشي فرنسا أو أمريكا أو دول آخرين، لما ندور نقيم هناك نقوم بإجراءات صحيح، وإذا تخالفنا أو عملنا تخلف ولا بخلونا؟ ما بخلونا صحيح. إذن في أجانب، يعني ما نكفي الباب للأجانب، يجوا لكن يجوا يحترموا يلتزموا بالقانون. وبنفس الشيء نطلب من التشادين اللي بمشوا في الدول الأخرى يلتزموا بقوانين عن الدولة المشرفة بقيمين فوقها. إذن ما شغل تنظيم جديد، دي قواعد ثابتة وهذه قاعدين نطبق دائما وأبدا في هذا الكلام. يعني إذن أنت ما جئت بحاجة جديدة، الحاجة اللي أنت جئت بها كونه الناس تحترم القانون الموجود في البلد. يعني أي أجنبي موجود في تشاد المهم يشوف حسب القانون الموجود في البلد ويمشي فوقه ويطبقه. لكن كونه إنسان أجنبي تسلل دخل إلى تشاد بدون أوراق وجائز ذاته كيف بدون أوراق ما معروفه من وين، دي ما مطلوبة. جميل جدا. في حاجة تانية أنت كان ذكرتها في ثنايا حديثك ودي بتجرنا إلى سؤال، الزجاج الأزرق أو فيتر فيمي، كثير من السيارات عندهم زجاج أزرق أو زجاج مظلل ورايقين في المدينة، واحد ماشي في السيارة ما بتعرفه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. الكلام ده انتو كان أخذتوا فيه عملتوا فيه عدة بيانات وهجوتوا وقلتوا الكلام ده ممنوع وكربتوا سيارات ذاتها في الشهور اللي فاتت وفي الأخير سلمتوها لأصحابها. حتى اليوم في بعض المواطنين بيتساءلوا بيقولوا القرار ده وصل إلى أين؟ قراركم بالنسبة لي منع السيارات صاحبة الزجاج المظلل أو فيتر فيمي، السيارات ده خلوتوها ولا اليوم كل الكلام ده مطاردين فوقها؟ أنا هنا كلام هنا فيتر فيمي ده زي ما نقول اللي كل واحد اللي بيستعمل فيتر فيمي ده خليه يفهم كلام ده مهم، مهم وأهم في مسألة عن الأمن. شلنا قرار قلنا ممنوع وما زلنا نقول ممنوع ونتبق الممنوع ده إن شاء الله، لكن قبل كده في مواطنين هجموا القرار ده في المحكمة، وفي واحد قاضي درس الموضوع وأداننا أدان الأريتي أنا سيني الحكومة السينية ده، قال ده بدخل من ضمن حرية عن المواطن وما أعرف كلام الناس جديد مارك في الناس ده. حتى للأريتي أن سيرسي أنا هاجمت القرار ده في الكور سوبريم، والكور سوبريم درسه والكور سوبريم أدان قرار عن القاضي ده. عشان أنا أقول لك القرار سائر المفعول، وأنا بقول في تريفيمي ده أخطر شيء اليوم عندنا من أسباب عن عدم الأمن. يا أخي شوف، الواحد لما يكون في سيارة في تريفيمي أولا قبل كل شيء هو بيشيفك وإنت ما بيشيفك، إنت ما بتشيفك. ثم ثانيا اليوم في تريفيمي بيغتصبوا فوقها بنات ناس، صحيح بيغتصبوا فوقها أوين هنا ناس. في العربية في تريفيمي تلقى ناس بيتحملوا المخدرات والأصلها في فيتر فيمي عشان الناس ببرا ما بتقدر يشوفوهم. الفيتر فيمي اليوم أصبح سبب رئيسي في عدم الأمن، زيد على ذلك فيتر فيمي وما عنده تاني بلاك تخطى بورا رقم. يعني ديل تصرفات عن المواطنين دول ديل أسباب الرئيسية، والشيء ده معروف يا ناس. في بالي في عربية فيتر فيمي مشت دخلت في الفندق فيها إرهابيين انفجروا وكلكم تعرفوا الكلام ده. وده من الأساليب الكبيرة هنا الإرهابيين، صحيح. وبعدين الناس يمكن شنو بخاف بندس في فيتر فيمي بسد نفسه هو ياتو، أنا عايز نعرف ياتو دول شنو هو فيه من قوى مولاه في 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 الدولة والله يندس في فيتر فيمي بروغ ده عشان هو شنو؟ أيوة كلام ده أنا ما نخليه فيتر فيما يعني ما مشغلنا غير وفي ناس اصلا شغلنا ما مهرب شديد، لان الفيتر فيما هو سبب من الاسباب الرئيسيه لكل سوء الامن وعدم الامن للمواطنين. بخفف فوق بعض الاشياء ما كويسه يا راجل انت. اذا كان انت وادي في نفسك ده ليه بتخبي نفسك؟ عشان شنو؟ عشان وشك؟ صحيح.
وهي ولا شغل خوف، وهي المشكله مش دي، هي المشكله مش دي. في ناس واحدين عاملين نفسهم هم فوق القانون، يا فوق القانون دول هم عاملين نفسهم فوق القانون. واحد راكب له وتير قزاز ازرق ومبشي في الناس فوق القانون. ما في راجل كلام ده، سيبك من اللي يمشي كيس اللي بيقولوا هو فوق القانون. ما فيش انسان خف فوق القانون. يعني يعني وزاره الامن الان حتى الان مصر يكون القزاز الازرق ده يكون ما في فيه مصير يمشي. القزاز الازرق ده يطلع، القزاز الفيمي ده يطلع شاء او امره. يعني رسالة موجهة، خلينا نوجه رسالة، رسالة موجهة للمواطنين وزير الأمن العام والهجرة. حتى اليوم القزاز في مي أو الفيتر في مي ممنوع في تشاد. أنت بتقول كون في واحد من المواطنين رفع قضية أمام أمام المحاكم كونه قرار وزير الأمن العام يمنع فوق الفيتر في مي، القرار ده لازم يلغى، وبالنسبة للقاضي ألغى القرار ده. أنت بنفسك قميت رفعت نقد للقرار ده في المحكمة العليا. أيوة. والمحكمة العليا قالت كلام القاضي قال ده ما صحيح، وبالنسبة لكلام وزير الأمن هو الصحيح. حتى اليوم في ناس بكربوا سيارات، بالفعل بكربوا سيارات بودوهم وبعدين تمشي تدفع لك حاجه وسيارتك بندوق لها. قلت كوزاره الامن هل الشيء ده مبني على كون ندفع حاجه بس يخلوا لي سيارتي الزرقاء نروح بها، ولا الشيء ده ما مرتبط بالكلام ده؟ كلام ده خطا، كلام ده خطا. تدفع عشان انت عمل مخالفه يسموه غرامه، وده متواجد في في, في 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 قوانيننا سكون ابل امان فورفتير. يوقفوك تدفع تمشي ام باكر كمرك برضه يوقفوك تدفع. يعني انت كده ما دام رايح بها ده تدفع بس، تدفع بس ده و... انت ولسه تغني. كمان الان تحت الدراسه قرارات اخرى كيف نحاول عشان نقضي نهائيا من الموضوع. انا فيتر في ماذا اقول لكل الناس اللي بيشاهدوك الان، اللي بيشاهدوني الان وبطلوا في عربات فيتر في ماذا، خليه يرجع الى الحقيقه والا سنواجههم في الطريق. جميل جدا. بنفسك انت كوزير للامن العام اكيد الناس كلها بسمعوك وكلامك دائما من الناس بتشوف فيه كلام البصدر من الوزير باشر كلام دائما ساخن. انت حجيت في الكلام ده مرتين ثلاثه، لكن في بعض الناس بيقولوا لك لا، في سيارات فيتر في مها قها اصلي جاي من الشركه، وفي سيارات فيتر بجي ابيض لكن الناس بلصقوا لي كتكت. هل عندك فرق بينه وده وده؟ في هو شغل علينا دور وضوح، لدور وضوح لدور بسموه الترانسبرانس. الناس والفوا بجيبوا الفيتر بسموه تنتي شوية غامض كده مزبزب كده، فيتر مزبزب بين ما تعرف أزرق وما تعرف أبيض. وبيقول في نفس الوقت ده أوريجينال عن الوتير. لا كلام مثل ده أنا ما بفهمه. أنا يا أخي المواطن من فضلك وأرجوك أنت صاحب الزجاجات المزبزبة حاول تلي الفيتر ده بديله بآخر سواء أوريجينال أو ما أوريجينال. أيوة أوريجينال أو ما أوريجينال، أنت أديناك مهلة في المرة اللي فاتت أديته مهلة أنا شهرين لم بدلوا. بالفعل في مواطنين طيبين حلوين بدلوا، في مواطنين بيقول لا لا كان طلع ذا الفيتر الكود وتير بدخل في الكود، وكان دخل في الكود ثاني ما بدأ أريت يخش في الكود أريت يخش في الكود. النازم نقول لهم عندك مده تبدل، انت اشتريت وتير ب 7 8 مليون ما قادر تغير، يقول لك 60000 100000 ما تقدر تبدلها. وكن هجل وقول لا انا بتلف لسيادتي بدخل في كود بابا. كلام مثل ده ما فيش، كلام دي الا في بلدنا ترى، كلام دي الا في بلدنا. واني وقت نقول يا جماعه ما فيش كلام انا فيتر في مي ولا ما فيش كلام انا فيتر تنتي، ده من اجل سلامه المواطن. لان الخاينين دول تشبهوا بتشبه بالفيتر في الفيتر في مي عشان بخفوا فوق جريمه. ايوه وبعدين شفت براكو من ذاك البركة الستار هنا القويد المره واحده ما شفته في سوق كبير، ذا راجل بس لبس وجاء سوى جريمه. هسه منانا الناس انجموا، الناس انجموا، لكن مع ذلك في لسه ستات بتلبي الداخل كيف تلبس البركة. ده اللي راسي قوي ده، ولا اقول لهم اي امتنعوا من الكلام ده، بركه ده ما فيه حجاب، ده ممكن المرأة تلبس تتحجب تعدي وجاء يكون فاتي، دورنا الوجه يكون فاتي بس. هو اصلا ما الوجه هو الوجه والكفين في الاسلام ذاته ما عوره. بالنسبه لي قلت حاليا حجينا الفيتر في مي وخلاص الكلام ده ندور نخرج منه.
رسالة أخيرة كم ممكن توجهها للناس الأسه حاليا معاندين يقولوا هم فوق القانون وعندهم سيارات فين ويد وسيارات شنو شنو ما أعرف وراكبين لهم سيارات عندها فيتر في ميدا، آخر كلمة توجهها لهم شنو عشان نخش في السؤال اللي بعده. آخر كلمة نقول إخواني المواطنين، كان احترمت القانون واحترمت قرارات القانون احترمت الدولة، الله كله بيحترمك وأنت ذات تكون محترم. لكن أنت كان تهز تقول أنا فوق القانون، بتغش نفسك وبتغش الآخرين. نادوا فوق القانون ما في. أظن الرسالة وصلت. في سؤال ثاني متعلق بالأمن، في ناس بسموهم أولاد شارع أو مشردين، دول اليوم موجودين في جمعنا كثيرين كثيرين كثرة كل رهيبة، في ناس مهاجرين جابوهم بهجروا لبقروا قرآن ما معروف. الناس دول اليوم منتشرين في جمعنا بصورة كبيرة جدا في الأسواق في الشوارع، وأمل وزعم للناس. في بعض الناس النوايهم سيئة بيستخدموهم لدول كوسيلة، بيستخدموا المدير كوسيلة عشان ينفذوا فوقهم إجراهم. الناس دول حتى الآن لم نسمع وزارة الأمن الآن قرار تتخذ ضدهم عشان تنظف أنجمينا من الناس دول. يا أخي الكريم، سؤالك سؤال وجيز ومهم جدا، وده يعني إشكالية حن الساعة. قلنا هجيرين في الشارع ممنوع، في اليوم الناس تشوفهم في الشارع ده هم مختلفين على عندهم في نوعين أو ثلاثة. النوع الأول ديل اللي بيسموهم مهاجرين، الهم ذاتك كان سألتهم تقول لي من يهاجر، يقول لك في سبيل الله تجد في الأرض وراغما كثيرا وهكذا، صدق الله العظيم. ديل مهاجرين أبهاتهم أمهاتهم مسكوهم لواحد فقير عشان يهجروا يقروا القرآن، ديل بجو والفقيه حقهم طبعا أبهات الإيال ما أدوا دعم عشان يقيدهم ويسكنهم يأكلهم يشربهم، باصهم في الدنيا زمان الإيال أمشوا هجروا بقرأتهم يهجروا. أيوة بقرأتهم بهجروا بيشولوا أكل بودولي الفقيهكم يقولوا باكل منا، وهم كلهم باكلوا وبقروا. لكن الدنيا غير بدلت. اليوم المهاجرين دول بجوا بيصبوا في الشوارع والفقيه قم بيصفقهم أفر، ليس فقط يجيبوا له أكل، يجيبوا له حتى قروش، وهم ذات متاجرين للقروش. وقد يكون أباتهم أماتهم أرسلهم كلهم يقولوا كان ليه شو الشيء كمان اللي بدوه أرسلنا. يعني الأفكار ستبدلت وعزبانة زي ده. عشان دعنا نقول لأبات الإيال وأمات الإيال والفقي اللي بيجيبهم كان يقدروا يشيلوا مسؤوليتهم، اهلا وسهلا. اللي ما بقدر بيشيل مسؤوليته خليه سخير يودي في خلوه او يصير مسيك في ليته يقري يلا. انينا عندنا عمليه في الايام ده مهاجري اللي جينا جامعه سيده، المهاجري ده علينا نشيل المسؤوليه لاهله، والسيده نرجوه في السجن عشان يقري أديب. اللي يقري الناس اللي في السجن ده عليها 8000 كده. لقينا صغير قال انا سيدي كذا، هو نودوا لي لعم واهله. انت الفكي بنفسك تدخل السجن وقريتك تقري لي المجرمين القاعدين في السجون. يعني ده كل قرار الدور شنو؟ قرار خلاص قرار ده. فضل تبقينا بس. عليا فهموا كلام ده عديل. النوع الثاني من اولاد الشارع ده كمان في ناس وانتم كلكم عارفين تمام متواجدين في أنجمينا، وأظن متواجدين في بعض الدول المجاورة، سو عملية بزنس بجوب الأوين من كبار السن كده وأولاد ودين رجال كله معوقين بجوبهم بسبهم في الشوارع، الناس من باب المهنة بمدوا لهم شيء، وهو البام البزنس فوقهم ده في آخر الشهر برسول له حقه وهم كلها شو له حقهم. وده البيزنس ده ما قاعد سوريين في جدس، البيزنس ده تسوي في مكة كله، في السعودية في مكة في كل كله كله ملاحظ لحد الهرم كله ملاحظ. الناس كي بودون بنقولهم بالطيارات كي بودون بيسولهم بيزنس نفر كله جايين. ده برضو متدفقين الآن بكثرة في شوارع. النوع الثاني. وفي نوع ثالث لابد من وراء المهاجرين اللي بقروا القرآن والناس جواهم ديل كان بنديس عيسي كي بقودوا. انت كمان مالي سابق في الشارع في شارع اللي بيدخل يدينا كان عندك بورتابل، لا ما انتبهتك انت تلفتش قروش تديده
بيشيل بورتابل حاجه ولا شو الساكه حاجه قال لي تفكر ما في. اذا دي كلها ظواهر بتدخل في وبتشجع عدم الامن في البلاد. إيه ما دام عرفنا وزير الامن الان خلاص صنف الناس دول الى ثلاثه تصنيفات. أيوة. مع الوزير انت الان صنفته الى ثلاثه تصنيفات. في الصنف الاول بتقول مهاجرين، هو نحن حتى ولو جينا للشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه ما بتجبر كونه صغيرك اذا كنت تقدر تدرس القران عشان توديه شهد الناس في الشوارع. دول الان سببوا لنا زحمه جدا في نجمينا وسببوا مشاكل، واصلا ما قاعدين بقروا القران. الناس حفظوا القران ما بالشكل ده. النوع الثاني انت بتقول بتجبروا، ما دام انتوا وزاره الامن الان عرفتوا كونه في ناس جابوهم بيستثمروهم وبتاجروا بهم. حتى الان ان احنا ماشي الكلام انت بتقول القرار انت اخذته غلط لكن فضل التطبيق بس، لكن هل وزمان ذات الكلام ده حجوز فوق مرتين ثلاثه، الان انجمينا ضاقت بالناس دول، الان المواطنين متضايقين من الناس دول، اصبحوا سراقين، اصبحوا يلبندي في الشوارع، ودول دايرين منكم انتوا كوزاره عشان تفعل القرار ده بسوء تنظفوا انجمينا من الناس دول. هسه اقول لك يعني القرارات دي لهذه الان سائره المفعول. هسه اليوم كان لقينا بيسموه شنو بتاجروا بهم ده توالي نوصلهم في الهدود نقطعهم بمشوا. لكن شويه كده ثاني بجوك باسلوب اخر. وجدت كيف؟ انت تقول لهم فاتوا خلاص والدوم ده بكرسي عندك بس وما عندك خبر بجوا بخشوا لك ثاني ثالث. فيما يخص المهاجرين ده دائما نكربهم نودهم في كندل نمسكهم ل ل ل ل للفكيه هنا وثاني نفس المهاجرين ده بطلوا في الشارع. هسه باقي نقول تبي 100% ده باقي الا نبذ بالفقره تلموه المهاجرين الفقر عندهم اللي جينا مهاجر حق برا ده الفقير ده كان قايم كل نشلوه نودوه كان في كروترو كان في موسرو كان في كيلو كان في سجن كبير هنا عشان يقري الناس جوا لان الدقيقين في سجن ذاتها محتاجين صحيح للدراسه صحيح. هنا كله بلقى اجره كان قاعد في سجن بقري كله اجره ماشي اذا يعاقب في نفس الوقت ويقري من ناحيه كم يلقى اجر حقه. يعني اسهل حاليا نؤكد للمواطنين وللمشاهدين نقول لهم وزير الامن العام والهجره احمد باشر بيقول لكم يا جماعه الاسابيع الجايه والشهور الجايه تكون حاسمه. ما لا تكلم انا نكلمه. انا نقول اسمع سيدنا كان تقدر لعيالك قريم في مسيك حقك كم ما تقدر سلمهم للعيال ده لاهلهم والا اني هنا نتجه ضدك انت. انت كان محتاج تدرس ناس في السجون برضه محتاجين دراسه توصلهم هناك وتدرسهم عشان ده انا نقول من هنا لقدام اي فكي خلى اياله تدفقوا في الشارع هو مسؤول هو بس مسؤول عن الكلام ده ونطبق فوق كل الاجراءات كلام اللي نقول نطبقها فوق دي تعتبر رساله قويه من وزير الامن. النوع الثالث اليوم الناس اللي بيشربوا المخدرات اليوم اصبحوا كثيرين جدا في نجمينا وموجودين اليوم تلقاهم تحت الكباري موجودين، الناس دول كثيرين وفي السوقه موجودين وماشيين وبنهار بس بيشربوا سيليسيوم، بنهار بس بيشربوا ترامول، ما في زول بهج لهم، وين شرطه مكافحه المخدرات؟ في شرطه مكافحه المخدرات قاعده وشغاله دائما وابدا. المخدرات اليوم دخل ليس فقط لاولاد شهادتي في البيوت. هسه اليوم في اماكن هنا في انجمينا بيستغلوا بشغل يسموه الشيش ولا الشيشه ده شيشه في المكان ده في بعض منهم بقودوا بعمل مخدراتهم بيتدارجوا في الشيشه ايوه بيتدارجوا في الشيشه وعندهم البتاع ده في جيبهم او بزرتوه بجوا بقودوا بيتهووا بزرت الترامول وبجي بيتهووا قاعد عشان بيش في هواء اذا دي المتواجدين وما نقدر نقول لك نقدر نمسهم نهائيا دي يعني تدريجيا نقش الموجوده من الاجنده دائما وابدا جارين ورم كان سواء في البارات واحد بيشيل لي ترامولاي واحد اثنين وبخش بار بيشيل لي قزازه او كاس وخلاص وقاعد بعمل دوشه في البار بل ابو بفرد انت تقول زول اشيل مريض كثير وين شغل ترامول بس ادارك في ده بس ايوه عندك بعض الناس الموتو دول بشربوا ده عشان ما يناموا ويسكروا ويشيلوا الناس بسرعه فائقه بسوء اكسيدان دول بس بسوء اكسيدان كثير الله يخليك هو دي ظاهره قاعد لكن كيف نهل الموجوده من جزره؟ شغل ترى ما عندي اسمه مصنع هنا الترامولا المخدرات ما بجيبوا جبل كيف نقدر من قاره هناك من الحدود كي الامور دول
رسميا كي ما يخشوا. هو شغل رسميا ما في اسم الترامول لما ناس بلبودو سو كوفير هنا دكتور شكو بلبودو وعندنا كمان طبعا في الحدود برضو وملاوي دي بيلعبوا اللعبه ده وبخلوا الامور دي. كيف نكتة الموجودة من جزورة ده سبب الدرسو جميل ايه تاسا بتقول بالدرسو لكن ما هي الحاجة بس مع الوزير الحاجة المستغربة الناس اللي بيشربوا السيلسيون او بيشربوا الترامول دول اليوم في السوق اليوم تحت الكبار اللي قلت لك دول موجودين علنا بس لكن ما في شرطة امن تتكلم لهم ما هو ده المستغرب كون الناس اللي بتداربوا في الشيشة وبيشربوا دول بتقضوا عليهم بالراحة ده معروف لكن الماشين في الشارع وخلوهم دول ما هي الحاجة المستغربة دي انا شوية كده نت عن الكلام ده ما فيش بوليس أو جندرم شاف في تحت الكوبري في السوق أو في الشارع واحد بشرب كل ولا بشرب ترامول وخلاه ما فيش كلام زي ده زي ما تقول الموضوع ده عم الشباب دائما ناس المخدرات بوليس جندرم دائما شغالين فيه نودو يفيق بطل ما تشرب بطل ما تشرب أمشي بمشي تكلقينا مرة ثانية توالي نوصلوا للقاضي وكلام مريسي كلام ونار مشير مريسي بس ما عمل بسموه شنو قتل أو سوى كمان كان ماشي كان بدو سجن كله كان بدو في سجن كله سجن خفيف وهو داخل السجن مواصل في ترامول ما هي دي ام الكبائر ايوه داخل السجن مواصل جميل انت كلامك مع الوزير كلام واضح جدا ان احنا الناس لو قلنا بنتكلم عنهم ممكن ساعتين ثلاثه نخلصها ان احنا كده عرفنا تصنيفاتهم وكيفيه اتخاذ القرار في حاجه ثانيه لا تقل خطوره من الكلام اللي تكلمنا ده هسه في التقرير شفت الاسلحه المعروضه عرضوها دي عرضوها انتوا ناس الامني اليوم في ناس في تشاد عندهم سلاح غير مرخص ممتلكين سلاح غير مرخص في ناس مدنيين عندهم سلاح لكن سلاح ده مرخص الأسلحة دي احنا شفناها يوم إعلان النتيجة في الانتخابات اللي فاتت كان جمعنا شهدا إطلاق نار كثيف من الليل إلى النهار ده إطلاق نار من ناس كثير منهم مدنيين ما أظن كلهم عسكريين ناس مدنيين أطلقوا السلاح ده من الليل لغاية النهار وده سبب هالة من الزعر والخوف في نفوس المواطنين وحضرتك كان في الإعلان النتيجة في الدور الثاني كان قلت زول ما يطلق نار وبتفيل الناس سمعوا كلامك زول أطلق نار ما في السلاح المنتشر في يد المدنيين الآن منتشر في يد المدنيين ده قلتوا كوزارة أمن أكيد حسوتوا بخطرة شنو الإجراءات اللي ممكن تتخذوها في المستقبل السلاح ده يمكن أن تجمعه من يد المواطنين وخاصة الناس اللي بيستعملوا في طريقة غير شرعية بالفعل كلامك ده برضو مهم جدا اليوم تجد أسلحة نارية عسكرية في يد المواطنين هو القوانين واضحة في أصلها مسرح للمواطنين أن يمتلكوا وفي أصلها ما مسرح لهم زي نقول لك أرمى ميليتير الأصلها العسكرية ففيما يخص الأصلها المرخصة عندنا سيرفيس في الوزارة تقوم بشؤوننا رخصة على السلاح السلاح المدني في ناس عندهم ما أي زول بده أعمل له أنكد موراليتي وأعمل له في إجراءات كده إذا أنت صح مزبوط ضابط بدك رخصة أنا أصلها مدنية وأنت على الرجل مع الـ مع الـ مع الإيتاء في ناس مدنيين زي ما أنت قلت عندهم أصلها نارية عسكرية زي الكلاش زي البستل الميليتير وما شابه ذلك ومسألة أن التجريد الأصلي هذا كان الحكومة منذ زمن بعيد عملت برنامج لحد ما أنشأنا قوة من أجل تجريد الأصلحة النارية من المواطنين وكذا إجراءات أخذناها وكذا إجراءات هسه الأصلحة تشوفوا شلناها وصفنا لكم ده من ضمن الأصلحة اللي أنت بسموه شنو جمعتوها لكن زي ما أنت عارف اليوم الدول المجاورة دي كلها في سلاح منتشر من غير ترخيص الله يخليك سلاح انتشر من دول مجاورة صحيح ومش دولة واحدة بس الدول المعروفة دي منهم الأصلحة بتجي أنت تلقيت بهني تخيط بهني وبقدولك بخادي والمواطن برضو بدر يفهم إنه
ده يمشي بالطريقه دي اللي يمشي في اصلها ناريه مدنيه يستلم رخصه يهب الكلاشينكوف ويهب الاسلحه العسكريه وتشيل منه بهين بمشي بهناك بحاول بشتري. شفت يعني في اننا دايرين في حلقه مفرغه لكن مع ذلك اننا ما سلمنا الامر. اننا دائما وابدا نقول القانون بيقول ممنوع شايلين هنا السلاح غير مرخص غير مرخصه والناريه عسكريه. واللي بيدور له سلاح مدني خليه يتفضل يعمل طلب حقه يتكمم الاجراءات في وزاره الامن والهجره ويسلموا رخصه ياخذها في معه. نعم وهل نعم فهل انا ما نقدر نقول لك المساله دي ستنتهي اليوم ولا بكره اليوم ولا بكره. المساله هي مساله يعني تاخذ وقت بعيده المدى وتاخذ وقت. الوعي ان المواطنين يقولوا كذا ارتواعيهم يقولوا ما بدور وقت عشان هو يفهم كونه شيلين للاسلحه ده خطير ليه ده عشان يفهم ده ذات بدور له وعي وانتم ده دوركم انتم صحيح من خلال الاعلام وما شابه ذلك تعملوا برنامج المواطن ده خليه يمشي الدوله هي تحميه وليس هو يحمي نفسه. انت اذا كنت تحاول تحمي نفسك بنفسك معناته خرجت عن القانون اللي بيقول سيفيرس فاميم جستيس. وبالتالي هو كمان في مجرمين ولين ما بشو بقول هماية لنا في سوبيس لكن قاس كلام الصوت تجارك بالأصل هذا ببقوا نهابين قتائنا ترك حق النار يبو أصل هذا بكتب ترك للناس بكتب ترك يستلموا من الناس أرابات يستلموا من الناس فلوس يتجردوا من أي شيء وده بس خدمتهم طبيعاً وده اللي برضو داخلين في المدمار بتاعنا قتائنا الترك ده صحيح اللي جينا ده نضربه بيد قاسية نضربه ضربة صحيحة. جميل جميل تضربوا ضربه صحيحه. في بعض المدنيين اللي انت قلتهم دول اللي كان جدوروا سلاح وانطبقت عليهم الشروق وادتهم سلاح دول ذات السلاح بدل ما يستخدموهم بدلوا اولادهم بمشوا بالمدارس بمشوا بالجامعات وده ملاحظ كونه اولاد الناس اللي عندهم سلاح بمشوا بالجامعات وده مخالف للقانون. هو كلام فارغ ده كلام فارغ. انسان بندق باسمك وتنتلي ولدك يمشي فوق مدرسة ده ما قلة التربية ده ما قلة التربية. الزول بس أبو سخير بس بنتي بندق يقول أمشي ده معناته ما مؤدب وأبو ذاته ما مؤدب. صحيح سخير أنا شنو أنت بندق شنو قاعد السخير وأنت بندق بمشي وفي ده في البلد ده في ناس يال بوجهوا بناديكم بخبوه في جيوبهم و بهددوا فوق المدرسين بهددوا فوق زملائهم الكلام ده بس المدارس كلها أخذوا إجراءات. زور يخش ببندق ما في الخش في مدرسه ببندق يقول له بتردوا بس ومن حقهم يتردوا والطردان وهذا لا يكفي. هو ما دام جاب سلاح لازم يعرفوا من اللي ادى سلاح ومن الرخص ليه بالسلاح. لو ده المطلوب من لو بلغوا عندنا لو بلغوا في الشرطه اننا نجيب الولد ده ونجيب ابوه الاد ده ونجيب خاله الاد ده ولا عمه الاد ده ونتكلم مع الناس اللي قدوا دول. ايوه الله يخليك. وده من الهم انت ممكن تحذرهم الناس دول. هم الناس دول الامل والهم دوشه الشباب اللي بمشوا المدارس واللي بمشوا الجامعات بسلاح اكيد ما هم الشباب ده السلاح ده حقهم هم السلاح ده جالوا من ابهاتهم ولا من الناس الموالين لهم. فهم دول شكلوا لنا اليوم خطر في المدارس. وبعدين في ابهات مهملين. واحد يكون عنده بندقه بوته في خشم السرير قام بيصلي ولا قام مشى نام وليده بس هو بشيش كثير كنا نلقوهم نجيبهم ولا اباتهم نجيبهم ده ابوهم بيقول انا ما شفته والله ولد ده سرقه بس انا ما شفته. تمام سرقه انت مسؤول من الموضوع نودوه امام القاضي والقاضي يقول انت مسؤول مسؤوليه تامه عن صغيرك وعن سلاح عندك. يعني ما اعرف الكلام ده. وهل السلاح المدني ده مسموح به بكون الانسان اللي عنده شروط انطبقت عليه شروط ان تعطوه سلاح مدني، هل مسموح له السلاح ده يشهره؟ هل المسموح له السلاح ده ممكن يخطه ببرا؟ لو ماشي بسيارته ممكن باستليه حقه او بندق يخطه ببرا ما دامت انت لك. يا اخي ده كومبورتمان كوبوي يا اخي. نادم عنده تسريب يمرق برا ولا يشوشر فوق ده ما كومبورتمان كوبوي. وده المشاهد. هاي ده من نادم سيدي نادم كوبوي سي. ده ذاتك اللي جينا نشيل الناس هو منها التسري نار مثلك اللي جينا الناس هو منها على طول السلاح والتسري الدوق عشان تحمي بنفسك عشان منصبك مهم او رجل اعمال مهم انتوك عشان تنستر فوقه وما تستعمل الا في حاله انت في دفاع عن نفسك دفاع نفسي
ما انتوك عشان تعمل فوق شو سرا تزغلي فوق وتشكت فوق ده شنو ده ما خدمه انا كوبوي ده خدمه انا بانديزي نعم خلينا خلاص ان احنا تقريبا جينا للختام في حاجه بسموها سيره في المدينه الناس بتصير سيره في المدينه والسيره دي اظن كان وزاره الامن لاحظت فيها اشياء ما كويسه وحذرت منها والناس اليوم مستمرين في كلامه ده حصلت عده وفيات حصلت عده فوضى بسبب السيره الموجوده دي والسيره ذاتك الناس بركبوا سيره بمشوا لكن بسدوا الطرق كلها بقفلوها للناس المواطنه عشان ما يمشوا بيها وفي سيارات ابي ايضا بيستخدموها سيارات تابعه للحكومه بيستخدموها في السيره انت كوزير للامن الام والهجره اكيد الاشياء دي تزات لاحظتها شنو الكلام اللي ممكن توجهه للمواطنين في الكلام ده والله يا اخي الكريم انا اسف جدا الكلام ده سين تهجيده جابه جاني في قلبي زعلني ذات كلامك ده تصرف انا بعض المواطنين ده أنا ما قادر نفسره ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في القانون لا يا أخي عندك إرس فرح عندك فرح تنزم نفسك وتسأل ربنا ألا يتم الفرح ده بسلامة. أو الزفاف بالسلامة وتخش في صالات في بيوت وتدعي الناس تتمنى شيء يكمل بالعافية الموضوع بيجي بالعكس واحد عنده فرح يجيب رفقانا ومن رفقانا زول بقدر كيف بوسيه كله ما فيه وأهله من أهل زول كيف بقدر بوسيه ما فيه يخلوا الشباب بدوم العربات بطلوا في الشارع بيتطبقوا عادات عن القرى عادات أنا الأقاليم برا في أنجمينا يجيفوا يسدوا الطرق ينططوا في الشارع برك 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 ويعملوا الزحمة ويعملوا فوضى أحيانا بيسدوا الطرق عشان الناس يكون كلام ده ما فيه يا راجل والشرطة أدينا تعليمات صارمة جندرمري أنت ناس صارمة صارمة قلت لهم اللي قال لقوت أمور زي ده شتتوهم وأمشوا سحب الإرز ده والعروسة ده شو لهم جبوم شو لهم جبوم يعني لكن للأسف الناس ما بتفهم لماذا شنو أنينا في الدولة ذات السيادة ولا أنينا في جديد في جنجل شنو معنا إذن الكلام ده يعني بخصنا جدا كلمنا له وقال نجري من وراه ضد وننتهز هذه الفرصه نقول لاهل الارسان اهل الارسان اللي يحترموا نفسهم ويحترموا الدوله دوله ما فوضى صحيح عندها قانون عندها قانون وبجري القانون في اي زول عندك فرح ربنا يسترك وربنا يحفظك انت وعروستك واهلك واهلها وكل الناس تتقدم الا يستركوا وتجدوا الحفله دي بكل سلامه لكن من خلال ارث او فرح يسبب علينا الفوضى كلام مثل لما بنرد فوقها ده خليك تاكل يا فم في راسك يعني السيره اللي بتسبب فوضى وبتسد الشوارع دي ممنوعه والبوليس والشرطه عندهم تعليمات صارمه كان اليوم داير هو طرقهم كلها معروف وايامهم كلها معروف كل بوليس تابوهم وكان يجيو فوضى في التتم وبعدين مش شتتم بس العريس العريس مسؤول عن الكلام ده العريس مسؤول عن الكلام ده خلي يا جماعه نفكر ونحاول نخير نفسنا بانفسنا والله بصحيح صحيح يعني هي السيره الاصلا بتمشي في نجمينا فوضى وسدان طرق وبيستخدموا فيها سيارات الدوله دي ممنوعه تروبل على الاوردر بيبليك ديزوردر شعور انه ديزوردر جميل ما له ترى انا شايفك انه الكلام ده بوجعك في قلبك الكلام ده عشان ما كويس جميل ايضا سؤال موجه من المواطنين لوزير الامن العام نهار اينوك وزير للامن العام المواطنين كلهم فرحانين لان انت جيت في ظرف اصيب وانت متخصص في عمليه الامن لكن في نفس الوقت بعض المواطنين بيتساءلوا بيقولوا تصريحات الوزير محمد احمد باشر دائما ساخنه دائما تصريحات فيها نوع من التحدي فيها نوع من الحزم والازم وتصريحاتك دائما بتكون فيها نوع من السخونه هل ده اسلوبك اللي تعودت عليه كوزير للامن العام ولا ان الشعب التشادي لا ينفع معه الا هذا الاسلوب او ان بعض الظروف قد تقتضي الكلام لازم يكون فيه نوع من السخونه والتحدي انا لما سياده الوزير اختارني وجابني ده ما عشان نقعد نضحك ونقعد نلعب ونقعد نتهرب عن مسؤوليتي ف أنا ما نزأل عشان
انا من هبه زعل، لا والله في حاجات بتحصل نشاهدها ونلاحظها، يعني بيعمل لنا تنسيون ذاتها. فأنا ما علي إلا تطبيق القانون. الزول بيطبق القانون بيترم القانون ده نهدمه، ندو تحية. لكن خارج القانون ده يا إما هو يا إما الدولة. يا إما هو يا إما الدولة. أنينا قاعدين في عصر عن التقدم والتنمية، ما فيش إنسان مسموح له يطنش القانون. إذن كلنا لازم نعرف القانون ده ماشي بين وأن نتابع من وراء نمشي. يعني الشيء اللي بخليك بتكون صارم دائما ده كون أنت داير الناس تطبق القانون. على الخروج عن القانون ده أنا ما منتهك فوقه. الخروج عن القانون ده ما منتهك فوقه، ولا القانون بتهك فوقه، ولا إنسان أي دمير يتحق لخارج القانون. جميل. الكلام اللي بخلي الشيء اللي بخلي الوزير احمد باشر دائما كلامه بكون ساخن، لان الانسان المطبق القانون هو ما اوكي. الوقت انتهى تك تك، لكن ممكن نديك ثواني توجه كلمه للمواطنين. للمواطنين نقول لهم يا جماعه لسه ما قضينا قضاء نهائي من بوكو حرام. لدور كلكم مواطنين، ليس فقط بوكو حرام، انما حتى المجرمين الصغيرين البدور حولكم كله دورت منكم كلكم، وانينا نكون واعيين ساهرين عشان الامن على بلدنا ده يكون مضبوط 100%. وبعدين نقول لكم ما في حياه بدون امن، تعرفوا يكون قاعده ثابته، ما في تنميه بدون امن، ما في حياه راقيه بدون امن، عشان ده الامن ده مهم واهم. وزي ما يعني اكثر المواطنين انتقدوا المال ده حسوا كلها، نشكر المواطنين اللي اخذوا ما وزاره الامن ما النظام الامني، ونشجع الناس خلي دائما يكونوا معنا. جميل. ليل ونهار عشان نعمل بلدنا ونعمل مواطننا. جميل. ايها الساده المشاهدون، الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج قضيه للحوار، والتي بين فيها وزير الامن العام والهجره محمد احمد باشر بان القزاز الاسود والقزاز الفيمي من اليوم وفصائدا ممنوع منعا باتا مهما ادات الضروره. الاطفال الموجودين في الشارع سواء كانوا مهاجرين او ناس جابوهم بتجربهم كله، قال بعد أيام أو بعد أسابيع سيتم القضاء عليهم كامل من أنجمين ومن الشوارع التشادية بصفة عامة. تحدث من المواطنين وطلب منهم أن يساعدوا وزارة الأمن في استتباب الأمن. مع الوزير نشكرك شكرا جزيلا في حضورك معنا في هذه الحلقة. شكرا، وأنا مستعد إن شاء الله. شكرا. لحلقات ثانية إن شاء الله سنلتقي معك في حلقات ثانية من برنامج قضية للحوار، سنكمل الحديث عما تبقى من برنامج قضية للحوار. أيها السادة المشاهدون أشكركم، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في حلقات مقبلة. السلام عليكم.